بسم الله الرحمن الرحيم. سنكمل في أداة سلوك من الطب. طبعا حتى القضايا الاقتصادية لها أخلاقيات، ومعاملات الأطباء الاقتصادية لها أخلاقيات. سنبدأ في قضايا السياسة، قضايا السياسات الصحية والاجتماعية. نبدأ بالسياسة الصحية. أول حاجة في موضوع توزيع الموارد الطبية المحدودة، كلنا نعرف بأن مهما بلغت موارد الموارد الطبية في أي دولة في العالم فهي محدودة بالقياس أو بالمقارنة مع الحاجة. دائما الحاجة أكثر من الموارد، دائما الحاجة أكثر من الموارد الموجودة. لهذا تقع على عاتق الأطباء، يعني أنه وهم أكثر ناس بيقدروا يعرفوا، يعني أكثر ناس بيقدروا يعرفوا يعني ما يحتاجونه، وعندهم خبرات، وعندهم يعني في اتخاذ قرارات بتوزيع الموارد الطبية، فهو عاتق على عاتقهم مسؤولية أخلاقية في يعني توزيع هذه في اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع الموارد الطبية المحدودة وترشيد استهلاكها بما يكفل حماية مصلحة المريض. إذا لازم هذه القرارات في توزيع الموارد المحدودة تستند إلى معايير طبية وأخلاقية بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض. إيش المعايير هذه؟ ممكن تكون مدى احتياج المريض لهذه الموارد، مدة العلاج، احتمال وقوع الوفاة، يعني حتى زي ما شفنا احنا في بعض في الكورونا كيف انه يعني فضلوا انه يعطوا بعض الأجهزة، عند نقص الأجهزة الطبية اعطوها للشباب دون كبار السن. حنشوف الموضوع على بالتفصيل. و أيضا حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج. طبعا يحظى على الأطباء الأخذ بعين الاعتبار، يعني الأخذ يعني باعتبار التقرير الطبي، يعني مش عشانه يعني وزير، أو مش عشانه يعني ذو منصب عالي إني أنا أفضله عن الآخرين. يعني ممنوع يكون له علاقة انه عشان غني او فقير، يعني انه قادر على تحمل تكلفة العلاج او سن المريض او حالته الاجتماعية او غيرها من الاعتبارات التي ترفضها اخلاقيات المهنة. الطبيب يعتبر وكيل للمريض. ايش وكيل المريض؟ يعني هم مهمته حماية مصلحة المريض باقصى ما يمكن. يجب ان يبذل الجهد في الدفاع عن المريض في احتياجه للعلاج، ويعني وبحق المرضى الذين يحرمون من الحصول على بعض الموارد الطبية أن يطلعوا على سبب ذلك. يعني حتى يعني لما يكونوا بعض الناس يعني لا يحصلوا على بعض الموارد، يجب أن يعرفوا لماذا لم يحصلوا على هذه الموارد، وما هي المعايير التي اتخذت في توزيع هذه الموارد. إذن يعني ويعني سياسات التحكم في الموارد الطبية النادرة التي تتبناها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة للجميع مسبقا. يعني أنا لازم أكون عارف ما هي المعايير التي اتخذت عشان فلان أخذ يعني هذه الموارد وفلان لم يأخذ هذه الموارد. إذن هذه معايير على الجميع، تسير على الجميع، ويعني ولا يوجد أي محبة لشخص دون آخر. إذن تكلمنا عن توزيع الموارد. أيضا على الأطباء توفير مستوى الملائم من الرعاية الصحية يعني لجميع أفراد المجتمع. وطبعا يعني يجب أن يكون هناك اعتبارات لي يعني لتوزيع تضمن حقوق مستوى ملائم للرعاية الصحية. يعني
عندما لما أنا بختار الطبيب يختار أي إجراء أو أي طرق وقائية علاجية، يجب أن يكون هناك بعض المعايير. المعايير زي إيش؟ يعني مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي، احتمال يعني ما كلما كان المريض يستفيد من برنامج العلاج اللي أنا طلبت له أكثر، كلما كان يعني هو أحق من غيره بالبرنامج العلاجي، أو احتمال استفادة المريض من العلاج، مدة هذه الاستفادة، تكلفة هذا العلاج، عدد المرضى اللي ممكن يستفيدوا من العلاج. يعني الطبيب لما يطلب مثلا يعني يطلب اللي هو مثلا التطعيمات، مثلا التطعيمات نجد أنها لها اعتبارات أخلاقية عالية، مثلا أنه الكل يستفيد منها، واحتمال استفادة كبيرة جدا من التطعيمات، المدة هذه الاستفادة تكون كبيرة جدا، تكلفة إلى حد ما منخفضة، وعدد المرضى الذين يستفيدوا من هذه التطعيمات يكون كبير جدا. فدائما إذا أخلاقيا يعني أنه طلب التطعيمات لها يعني مرجع أخلاقي كبير جدا، عشان هيك دائما التطعيمات يجب أن تكون متوفرة على حساب أي شيء آخر. التطعيمات يجب توفير التطعيمات أولا، ثم نبدأ بتوفير الأشياء الأخرى. لكن هناك بعض القضايا التي تكون قد تكون تبدو أنها يعني شائكة، يعني زي أنه حالة واحد عمره 28 سنة عنده التهابات بكتيرية في القلب، هذه الالتهابات البكتيرية يعني بتفسد تخرب الصمام، ويحتاج إلى استبدال صمام القلب الصناعي، عملوا له استبدال للصمام الصناعي في القلب، لكنه استمر في تعاطي المخدرات، وهذه المخدرات أيضا تفسد الصمام مرة أخرى. فأنت لو سألنا هل يعني نضع له صمام قلب مع أنه عارفين بأنه هذا الشاب يعني يتعاطى المخدرات وسيفسد الصمام القلب مرة أخرى، أم لا نعمل له عملية استبدال صمام القلب؟ إذن هذا احنا عملنا له أول حاجة عملية صمام قلب، لكنه يستمر في تعاطي المخدرات اللي هي حتفسد هذه أفسدت صمام القلب الصناعي. هل نعمل له مرة ثانية يعني صمام قلب صناعي مع انه عارفين انه يستمر في تعاطي المخدرات ويفسد هذا الصمام اللي حنحط له اياه، وانه هذا مضيعة للموارد ويعني خسارة بهذا الشكل، انه يضيع العملية الجراحية صعبة، وايضا وجود صمام يعني مكلف. هل يعني الفريق اللي قال انه انا بدناش نعمل العمليه لانه هذا يعني اهدار للموارد؟ طبعا لا، خطا. يجب عمل العمليه له، ويجب استبدال الصمام القلب الصناعي. اذا هذا حكم الفريق كان خاطئ، حكم الفريق كان خاطئ. طبعا أيضا في قضايا أخرى، يعني في ليلة من ليالي جاءك مدير مستشفى، أنت بتشتغل في قسم الاستقبال، وجاءك في قسم الطوارئ، وجاءك مدير مستشفى وهو يحمل ابنه المريض، وطلب منك معالجة ابنه مع أنه غرفة الطوارئ كانت مملوءة تماما بالمرضى، ماذا تفعل في الحالة؟ طبعا قلنا بأنه الموارد لا يجوز أن توزع يعني إلا بناء على المعايير الطبية فقط، وأنه يعني لا يجوز أنه عشان مدير مستشفى أن يكون أول أو ثاني أو ثالث، يعني هذا الأصل أن ينتظر مدير مستشفى يعني دوره زي أي شخص آخر، ويعني هذه هي المعايير الحقيقية والمعايير الصحيحة.
إذن أيضا الخدمات الصحية بين الحاجة والطلب، هذا موضوع مهم جدا، أنه دائما في حاجة اسمها حاجة وحاجة أخرى اسمها الطلب أو need وdemand. يعني دائما في إشكالية كبيرة تقع بين الحاجة والطلب. ببساطة الحاجة هو ما يحتاجه المريض من رعاية صحية، هو ما يحتاجه المريض من رعاية صحية ولا بد تقديم إليه على الوجه المطلوب، يعني وهو ما يحفظ عليه حياته، ما يحفظ عليه يعني حياته ويعالج، يعني ويحفظ عليه حياته ويعالج يعني مرضه وبقية ويقيه من المضاعفات والأخطاء الطبية. إذن الحاجة هي يعني ما يحفظ عليه حياته ويعالج مرضه ويقيه من المضاعفات والأخطاء الطبية، هذا هو المطلوب فقط أن أعطيه أنا لطل. لكن إذن هذه الحاجة، إذن حاجة بأن أنا إذا كان هو عنده أنا مستعد أقدم له الخدمات التي تحفظ على حياته ويعالج مرضه ويقيم مضاعفات الأخطاء الطبية. لكن الطلب وهو أنه كل واحد فينا يعني بتصور أنه فوق قدومه يعني سيتم معاينته على الفور على طول، حد ما يجي على الطوارئ لازم ياخذوه يعني ولازم يعالج من قبل أحسن واحد متخصص في المستشفى يعني دون المرور بأي خدمة بأي خطوات إضافية. إذن هذا الطلب وهو الطلب غير منطقي، وهو الطلب غير منطقي. فإذا أنا كخدمات صحية كطبيب بعالج الحاجة ولا إذن أنا ببحث عن الحاجة ولا أبحث عن الطلب. كل واحد فينا بيطلب الكثير الكثير من الموارد الصحية، لكن على الأطباء فقط تقديم الحاجة نتكلم عنها اللي بيقيه من يعني يقيه يعني ويحفظ عليه حياته ويعالج مرضه ويقيه من المضاعفات والأخطاء الطبية. إذا أنا بقدم له الحاجة المطلوب مني فقط أقدم له حاجة وليس مطلوب مني أني أنا يعني أقدم له طلب، فإن لأن الطلبات حتكون هائلة كبيرة وأكبر من مستوى يعني الخدمات الموارد المقدمة. قد يكون في الدول الغنية جدا وأمام يعني وأمام المنافسة بين المستشفيات أنه يحاولوا يقدموا له أيضا الطلب، يحاولوا يقدموا له الطلب لأنه هو عندهم منافسة بين المستشفيات وبحاولوا تصل هذه يعني إلى الطلب، بحاولوا يصلوا إلى الطلب، لكن إحنا عندنا هنا الموارد محدودة جدا ولا نستطيع تقديم إلا الحاجة فقط بأي شكل من الأشكال. أيضا يجب على الأطباء وهم مقدمي الخدمات الصحية يعني أن لا ينظروا إلى المريض وكأنه عبء عليهم ويجب إزاحتهم، فإذا كان يعني بأي طريقة مجرد نطق المواجب الشكوى دون أخذ كامل المعلومات، وقلنا يجب أن نأخذ كامل المعلومات في المقابلة الصحية ويجب أن نثق في المريض بما عنده يعني وما هو اللازم في حالته حتى يعني يأخذ يعني يأخذ كل حقه، ولا نعطيه زي ما بيصير يعني بعض المصريين أول ما يدخل عليه بيقولوا ارجع بعد أسبوع ارجع بعد أسبوعين ثلاثة، لا نعطيه حقه في العلاج في اللحظة اللي بيحتاجها هذا الشخص. في قضايا أخلاقية أحيانا بتتم ويجب مراعاتها في هذا الطبيب، قضية اللي هو يسموها تضارب المصالح. على الأطباء اللي بيقوموا بمهام إدارية أو غيرها أنه يضعوا احتياجات المرضى في المقام الأول،
اللي مثلا مدير مستشفى، رئيس قسم، مدير قسم، أنه دائما يجب أن يضع اللي هو رعاية المرضى، يعني في احتياجات المرضى في المقام الأول. طبعا لازم، حتى لو كان مدير، حتى لو كان مدير ملوش علاقة مباشرة باحتياجات المرضى، يجب، لكن هو يجب أن يضع احتياجات المرضى في المقام الأول. وأيضا يعني إذا قلنا يجب أن يضع احتياجات المرضى في المقام الأول، حتى لو كان هو ما عندوش تماس مباشر مع المرضى، هو مدير أو في منصب إداري. أيضا لا يجوز بأي حال أحوال للطبيب تحت أي ظروف أن يقدم مصلحته الشخصية سواء المالية أو الاجتماعية على مصلحة المريض اللي بيعالجه. زي ما كنا هنتكلم بشكل كبير، وهنتكلم إنه يعني الطبيب بحول المستشفى، بحول المريض إلى عيادته، وبقول له تعال على العيادة، ويعني عشان يعالجه في العيادة، في عيادته الخاصة، عشان يستفيد منه ماليا. هذا لا يجوز أخلاقيا بأي حال من الأحوال. أيضا لا يجوز للطبيب أن يبني أي قرارات متعلقة بإدخال المريض المستشفى، أو القيام بأي إجراءات في صف وصف الأدوية. تكلمنا عن وصف الأدوية أو الإجراءات التشخيصية أو العلاجية، يعني ممكن يقول له روح خد دواء من الصيدلية الفلانية ويكتب له دواء كتير عشان له بيكون نسبة من الصيدلية، أو يقول له خد اعمل صورة سي تي ويكون له جزء من اللي هو يعني في الإجراءات التشخيصية اللي هو جزء أو العلاجات الأخرى عشان يربح ماليا من هذا المريض. هذا لا يجوز أخلاقيا بأي حال من الأحوال. أيضا يعني الأطباء في كل حال، الأطباء الحق في الدخول في علاقات تعاقدية قانونية. يعني بيجوز، يعني يجوز للطبيب أن يكون له أسهم في أي شركة أدوية أو شركة، يعني شركة إلى علاقة بشركة عيادات أو أي حاجة. يجوز للطبيب بشكل أو بآخر أن يكون له يعني جزء أو أسهم في ملكية بعض المنشآت الصحية، لكن في كل الأحوال لا يجوز أن يكون يستفيد من هذه، يعني من علاقته مع المريض في تحويله إلى هذه الشركات أو هذه المؤسسات أو غيره عشان يستفيد. إذا أحيانا يتم هناك مؤسسات خاصة بكون الطبيب له، يعني زي مثلا في القلب، في بعض عمليات القلب تجرى خارج المستشفيات وبتكون مغطاة بالتأمين الصحي. طبعا هذه مغطاة بالتأمين الصحي، ويحق للطبيب أن يحول يعني المريض إلى هذه المؤسسات. فطبعا أكيد هو هيحوله على عيادته، أكيد هو هيحوله على المؤسسة اللي هو بيشارك فيها. إذا هناك في بعض القواعد يجب مراعاتها، وبعض الأشياء يجب مراعاتها قبل أن يحولوا على يعني عيادته الخاصة أو مؤسسته الخاصة اللي بيعمل فيها هذه العمليات التي لا تجرى في المستشفى الحكومي. أول حاجة أن تكون هذه المنشأة متميزة عن غيرها، يعني بتودي على القلب فعلا العيادة أو اللي هو عيادته فعلا بتعمل عملية قلب هو يحتاج هذا المريض بالذات. طبعا وأيضا ممكن لو كان في أكثر من عيادة أن يعطي هذا المريض الاختيار في أنه يختار العيادة المناسبة، وأيضا أنه يعني أن يكون هذا التحويل إلى المنشأة أصلا ضروريا، وأنه بقدرش يعمل له العملية في المستشفى الحكومي، عشان هيك ممكن يحوله إلى العيادات. مش كل واحد يحوله إلى عيادة حتى لو احتاج إلى دواء، لا تعمل لك عملية عشان يربح من وراها. هذا لا يجوز، أنه يجب أن يكون التحويل إلى تلك المنشأة دوريا لحالة اللي هو لحالة المريض، وألا يمكث أيضا ألا يمكث في المنشأة وقت أكثر من مطلوب، عشان مش أنه يستفيد منه يعني بشكل كبير.